شوف المدرب ما نقدرش نقول لك دابا يا نلوم المدرب. المدرب انا ما نلوموش، عادي ما نلوم المدرب. المدرب راه تعادل مع تطوان خارج جينا نهضروا نقطه مزيانه مع تطوان، ولكن حنا بالنسبه ان الراجل اللي داو دوك الثنائيه ولاعبين على شامبيونز ليغ ونلعبوا راه فهمتي اش بغيت نقول لك، راه خصنا نربحوا على صافي هادي ما نهضروش عليها. حنا باش دينا البطوله راه كل ماتش خصنا كنخرجوا كنربحوا، باش كتبغي دير بطوله خصك تربح في خارج 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 الميدان، هادشي اللي كاين اخويا. اما في اللعبه وداك الشيء ديال انا ما مخلصينش ولا راه راه سميتك هي اللي هي اللي كتلعب على سميتك، كتلعب على سميتك. كنتي ناقص راه شوف في شهر 12 ما غايسولك حتى واحد، وغايصيفطوك في الافلام. دابا دابا حتى القيمه السوقيه مثلا ديال بوزوق مقارنه مع نهايه الموسم الماضي طاحت بزاف. ما عرفناش دابا شنو واش ما عرفش واش مع ما توالفش مع المدرب ولا ما عرفش شنو في دماغه، ما عرفش اللعبه كاملين نفس الوحيد اللي هو بوركسوت وبالعمري وزنيتي هما اللي متبتين كيبانوا ليا بحال ديال العام اللي فات. هذا الشيء اللي كاين اخويا، اما الاخرين تالفين ما عرفش السبب شنو هو ما عرفتش والله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.